بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنبدأ بمسألة رقم 31 في الجافا او بي. المسألة بتقول implement vehicle train owner. عندك 3 classes vehicle وترين owner. بيقول لك ال vehicle والترين بيحتوي على النيم والانجن والموديل، تمام، كاتريبيوت، والاونر بيحتوي على الايه، الاونر نيم والفون نمبر. بيقول لك كاريتي سيتر والجيتر والكونستراكتور، الكونستراكتور بتاع كل كلاسز. بيقول لك في الاخر اوفر رايد افري وان كلاسز ويز نيم اوت. تعال نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هاخد البيكن واروح كاريت ايه، الكلاس الخاص بيا اهو. انا عندي هنا اهو في الموديل هقول له نيو جافا كلاس vehicle. حلو، حلو قوي. وعندي ايه تاني؟ وعندي train وعندي own اهو، train وعندي ايه owner. قال لك ال vehicle private فيها ايه، ال vehicle فيها نيم وانجن تايب وموديل اهو، هاخد المتت اهو، نيم و نيم وانجن تايب اهو، هقول له برايفت سترينج نيم وانجن تايب وموديل بالمنظر ده. حلو الكلام، حلو قوي الكلام. بعد كده قال لك برضو الترين بيحتوي على نفس الاتريبيوت دي. حلو، اه خدتهم هما هما. قال لك والاونر بيحتوي على ايه، الاونر بيحتوي على النيم والفوق. حلو اهو، على النيم وعلى الغريت، وخلي دي ايه فوق. في مشكلة فيكل ترين اون. حلو، حلو. اول حاجة هنلاحظها هنلاقي ان الفيكل والترين ليهم نفس الايه، الاتريبيوت. اذا اعمل كلاس تاني هسميها مثلا vehicle data تمام، واحط فيها ايه، vehicle كاتبينها غلط، refactor rename، هسميها vehicle data اهي اي سي ال اي تمام. هحط فيها التلات attribute دول واشيلهم من هنا واعمل ايه، واطبق مفهوم الايه، الانهيرتنس. اعمل اكستند من فيكال داتا. حلو، وبرده هنا فين، هنا برده في الفيكال اشيلهم من هنا واحط ايه، اكستند فيكال داتا. كده طبقنا مفهوم الانهيرتنس بحيث نحط الداتا في ايه، في كلاس واحد ونكستند منه. حلو، لو جينا نشوف برده الفيكال داتا والاونر، التو كلاس دول هتلاقيهم متشابهين في الايه، في النيم. فانا هكريت كلاس تاني هسميه بيز انتيتي واحط فيه ايه، احط فيه النيم بس اهو، حطيت فيه ايه النيم، واخلي الاونر يكستند من البيز انتيتي. وبرضه في الفيكال داتا هشيل ديت واخليه يكستند من البيز entity. تمام، ادي البيز انتيتي. اذا كده البيز انتيتي اللي بيكسند منه الفيكال، قصدي لا، البيز انتيتي اللي بيكسند منها الفيكال داتا ومين والاونر. يبقى الاونر والفيكال داتا بيكسندوا من ايه، من البيز انتيتي. اذا الاونر بيحتوي على الفون والنيم، والفيكال داتا بيحتوي على الانجن تايب والموديل والنيم. طب الترين، الترين بيكستند من الفيكال داتا، الفيكال داتا فيها ايه، فيها الانجن طيب والموديل، وفيها النيم اللي موجود في البيز انتيتي موجودين في الترين، وكذلك الايه الفيكال. حلو، نكاليت الجيتر والستر، الت انسيرت. طبعا انت عارف الجيتر والستر، الانكابسوليشن خلاص انت عارف حاجه زي كده، عشان بس ما نضيعش وقت بنقعد نكتب ده كله بايدينا اهو اهو. شايف معايا كده كانت الجيتر وايه والستر. تمام، ممكن نكريت هنا الت انسيرت
مين؟ آه هنحط وليكن كونستراكتور، وهنا برضو نحط الديفولت كونستراكتور، تمام. خلينا في الفيكل والترين والاونر برضو نحط فيها الايه الكونستراكتور سيلكت نان. حلو الكلام، في مشكلة؟ ادي حاطين الكونستراكتور. حلو، بيقول لك بقى ايه هنا في الفيكال ديت، انا هعمل فانكشن اهي هسميها void print، واقول له ايه سي اوت، واقول له اسم الكلاس سي اوت ايه سيستم دوت اوت بالبرنت لين. احنا في الفيكال ايه داتا، تمام. لو جيت في المين عملت اوبجكت من الفيكا، من ايه من الفيكا، حلو، وعملت اوبجكت من مين من الترين، وعملت اوبجكت من الايه ماشي، عملت اوبجكت كمان من الفيكال داتا، اهو حلو الكلام، حلو الكلام. لو قلت له فيكال داتا دوت برنت دوت ايه، مش الفيكال داتا دي اللي في الميثود، اه خليها بابل. حلو قوي، هروح هناك اقول له دوت برنت، تمام، وهقول له هنا فيكال دوت برنت برضه، وهنا فيكال دوت برنت برضه. اذا كده عندنا برنت واحد، برنت اتنين، برنت تلاتة، بس خلي بالك احنا هنا دي فيكال وهنا دي ترين اهي، يبقى عندنا برنت للفيكال داتا، برنت للفيكال، برنت للترين. لما نروح نجيب البرنت للفيكال داتا هيطبع لي سيستم دوت اوت برنت ترين فيكال داتا. طب في الترين، في الترين مفيش، بس هو يعمل اكستند من الفيكال داتا صح، يبقى هيجيب الفانكشن برضو ديت ويطبعها، وبرضو هيجيب الايه هنا في الفيكال مفيش برنت، بس هيروح في الفيكال داتا يجيب الايه الفانكشن اللي هناك، لان احنا عاملين منه ايه انهيرت، فجرناها يطلع الثلاثه زي بعض. بس هل ده صح؟ هل انا هنا انا موجود هنا في الفيكال داتا، فطبع لي فيكال داتا عادي جدا مفيش مشكله اهو. طيب انا هنا بقى فين في الفيكال، طبع لي برضو فيكال داتا. طب انا هنا في الترين، طبع لي برضو فيكال داتا، هل ده منطقي؟ لا. فقال لك اعمل اوفررايد، بعدين انت عامل اكستند من كلاس، تقدر اي فانكشن عندك هنا تقدر تعملها اوفر رايد. فانا هاخد نفس الفانكشن ديت احطها في الفيكا، بس حلو انا ايه انا موجود دلوقتي بقى فين في الفيكا، واحطه فوقها ات اوفر رايد، كده عملت عليها اوفر رايد. يعني عملت عليها اوفر رايد، قبل دي ما تكونش مكتوبه، دي ما كانتش مكتوبه، كان بيعمل اكستند من فيكا داتا، فكان بيجيب الفانكشن ديت، فانا عملت عليها زي ما بيقولوا ايه اعاده كتابه عشان استخدمها بالشكل اللي انا عاوزه اللي هي بالشكل ده. كذلك هاخد دي اهي هحطها في الترين، واقول له ان هنا ايه في الترين. لو جينا نرن نفس الكودينج يختلف، شايف هي في الاوتبوت عامل ازاي دلوقتي، ايه كل واحده فيها الاسم ايه الاسم بتاعها. هي دي فكره المساله، انك تستخدم الاوفر رايت، تمام. وبما ان الفيكال داتا اصلا، الفيكال داتا اصلا انت اصلا عامله كلاس عشان تجمع فيه الداتا عشان تطبق مفهوم الانهيرتنس، فاذا انت اصلا مش عاوز منه، او مش عاوز اصلا حد ياخد منه اوبجكت، يعني اصلا ده اللي هو الكلاس ده انت مش عاوز حد ياخد منه ايه ياخد منه اوبجكت، فانت ممكن تعمله ايه ابستراكت. بس انت تعرف ان الابستراكت كلاس تحط هنا ايه كلاس ابستراكت بابليك ابستراكت كلاس، فانت كده عملت دي ايه ابستراكت كلاس، حلو، وقدرت تعمل منه ايه انهيرت عادي جدا. في مشكله؟ مفيش مشكله، بس عشان تعرف برضو ان الابستراكت كلاس ما ينفعش تعمل منه اوبجكت، فعشان كده جاب لك ايه جاب لك مشكله، قال لك ما ينفعش تعمل اوبجكت، فشيل ده لان خلاص
بدل الابستراكت عملت الكلاس ابستراكت، اذن الكلاس ده ما ينفعش تعمل منه اوبجكت، وده الصح. لان انا اصلا الكلاس اسمه فيكال داتا، هو عباره عن كلاس كنت بجمع فيه الداتا عشان يعمل منه انهيرت، عشان اطبق مفهوم الانهيرتنس. وممكن هنا ده اعمله بالمنظر ده واحط عليها بابليك، واحط عليها برضو ايه ابستراكت، بحيث اقول له ان الفانكشن ديت فانكشن ابستراكت فانكشن. تمام، لما تكون ابستراكت فانكشن معنى كده ان اي كلاس تاني هيكستند من الفيكال داتا لازم يعمل اوفرايد عليها. يعني انا رحت هنا ومسحت ديت، هتلاقي في مشكله بيقول لك ايه، لازم تعمل اوفرايد على الميثود اللي اسمها برنت. ليه؟ لان الميثود دي ابستراكت، واي حد هيعمل اكستند من الفيكال داتا اي ميثود ابستراكت لازم تعمل لها اوفرايد. فكده يبقى احنا طبقنا مفهوم الاوفرايد بالشكل الصح، وطبقنا مفهوم الابستراكت كمان بالشكل الصح. لان الابستراكت كلاس زي ما انت مذاكر هو هو كلاس بيحتوي على فانكشن ابستراكت او فانكشن فيها امبلمنتيشن، ما هي دي فانكشن بامبلمنتيشن عادي. طب الاستراكت فانكشن هي فانكشن ملهاش بودي ملهاش امبلمنتيشن، لكن اي كلاس هيكستند منه لازم تعمل له ايه اوفر رايت. هي دي ايه، هي دي المساله. اتمنى يا جماعه يكون فيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك في البوك ولينك انت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.